في هذا اليوم تمر على المدرسة الكندية السنة الخامسة من افتتاحها. كان أمامنا شغلتين، التربية والتعليم. بالنسبة للتعليم بحثنا عدة مناهج من عدة دول خارج البحرين، وفي الأخير استقر رأينا أن نروح مع المنهج الكندي وبالذات بريتش كولومبيا. The school emphasizes academics, excellence in it. The school emphasizes athletics because the physical part of the development of a student is so important in order for them to do well. The school emphasizes technology. In this ever-changing world of technology, how can we even begin to do without it? But it is more than just working the devices. It's how are we going to use that? An emphasis in our school. في المدرسة الكندية البحرين ندمج بين منهاج اللغة العربية والمنهاج كولومبيا البريطاني، حيث أننا نطبق منهاج وزارة التربية والتعليم لكن بطرق وأساليب وكفايات منهاج كولومبيا البريطاني الذي يعتمد على أن يكون الطالب هو مركز العملية التعليمية. اللي شجعني أسجل ولدي في المدرسة الكندية طريقة التعليم. طريقة التعليم الحديثة تنمي مهارات الطالب الأكاديمية بجانب المهارات الحياتية، بحيث أنها تساعد الطالب أنه يكون قيادي وينخرط في المجتمع العملي بطريقة أسرع. إن شاء الله نأمل أن نخرج جيل جديد متعلم وواعي ويعتز بهويته الوطنية وبعروبته وثقافته المحلية.